بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بالنسبة لقراءة القرآن، كثير من الناس تعلم القراءة هذا سرعة، هذا يصعب عليه أن يتدبر، لكن عليه أن يأطر نفسه على التدبر. التدبر يكون بقراءة القرآن على وجه المأمور به، يعني يرتل القرآن ولا يسرع، ومع ذلك يكون بيده قلم يدون الألفاظ التي تشكل عليه ويراجع فيها كتب الغريب. فإذا انتهى من القرآن على هذه الطريقة، الآن لا يشكل عليه اللفظ، قد يشكل عليه معنى من المعاني، يراجع فيه كتب التفاسير الموثوقة حتى تنحل لديه هذه الإشكالات، ثم بعد ذلك يقرأ القرآن بدون إشكالات ويتدبر. وفي كل مرة يعرض فيها القرآن ينتكشف له من العلوم ما لم يكن عنده من قبل، والهدى كله في تدبر القرآن. والله أعلم.